هذا النظام صار له 16 سنة لا من خدمات لا من وضعية لا من عمل لا من مدارس لا من بنى تحتية لا من شوارع، يعني بكل شيء متأثرين. ليش؟ بسبب شنو؟ بسبب المحاصصة، محاصصة الحزبية. احنا عندنا هنا كم حزب؟ تقريبا يتعدد 300 حزب، وهذا كل حزب هذا دولة واحدة، نظام واحدة، كيان واحدة. زين هاي الميزانية مال الدولة شو تصير يعني؟ والاعلام ما جاي ينقل المطالب الاساسيه اللي هي اولا تغيير الدستور وتغيير النظام الانتخابي، النظام الانتخابي كلش مهم. بعد هاي المرحله اكو مرحله الانتخابات، مرحله الانتخابات هي اللي تحدد مصير الدوله.